إكرام تهليل فارح او كتر سنهد هايد دا سردونك ايا نوسوغد دا سوماليا اي نيسا سيدو كرانا كسو شقايس اي قدونك قبل كبنادر حافيس كيسا ايا احاي لوادي مالين اي لسو دافي عيوانك ورك اوغوين اي سوماليا لكن إكرام او آن لحاينين رقيا روح ايا هايد دا نيسا اي دولد دا فدرالكو اي حقيقة ايني قعانتو غشي الشباب كدمنا اي دلين اهلاد إكرام ايا يغونا سعادو ديدي چريتانك ورك نيسا كيميد waxayna sheegeen in ay la xariireen dad ka tirsan kooxda dilka lagu eedeeyay isla kooxdu way iska bariyeeshay warkan war lagu baahiyay warbaahinteedana waxayse ku sheegtay inaysan war u haynin xaaladda gabadhaasi raisul wasaaraha Soomaaliya engineer maxamed xuseen roble isaguna si cad ayuu u sheegay inuusan ku qancin warkan niisa ka yimid wuxuu saqiray inuu si dhow ula socday dhammaan dhacdada waqti ku filan uu siiyay niisa laakiin أفر يلابا تنسح كوه الرئيس الوزارة الصومالية إنجنان محمد حسين روبلي وحاو أغاسمها سردونك ينبسوكو دا غرنكا وقبتاي إنو كسو قد بيوفا فاهين دير أو دميستران لغونا قدع كرا أو لحريرتا كيسكا دمشادا إكران تهليل وحاي سرقالكا ترسان هايد دا نبسوكو دا غرنكا وحانو أغاني معلوماتكا لحريرا إن ورقاد وكاتي من حافيسكا سردونك ينبسوكو دا غرنكا غارهان ناغاسمها فهد ياسين لغو سعوسية رئيس الوزارة الصومالي انجنير محمد حسين روبلي وحاكالي او اغويسين لسيي وزيركا امنغا قدها قدومياها قولها شعبكا ياسدو كلا مدحوينها صوماليا ورغدا اوچادادادو وحايا هايد عوسيسو جيدين واربحين امني سيدا عوان لوغا ديگاي قرالكا وحا الويري مدان رئيس الوزارة ناغا قدون سلاان قيماليه انغو فلونينا امر كاغا مانكا كوهاي نحساس يدى كيسكا سرقالات إكران تهليل او نغطي مدهير غرانا قدنين واجباتكا نغساران أمنغا غرانكا فهمسنن إن دعادان اي سي توسا اي سي دادبان باوقو سيسو حافيسيو إيها يدك لدوان او دولادة كوادة ترسان حاقنا أوله هنا اي اوغادان حاقادة دعادان اي حوكتا اي حنبارسان تهي واربحينتان آن نغدال بطي وحان سي شرف لك آقو عصانينا inaan warbixintan ka horjeedno golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubno ka yihiin hay'adaha iyo xafiisada arintu ay toos u qosayso ayaa lagu yiri qoraalka ka yimid Fahad Yasiin waxa kale oo isla qoraalka lagu yiri si taasi ay u fusho hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka waxay cod rasmi ah u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah inuu fursad noo siiyo qabsoomidda shirka amniga qaranka ما دام او يهي قدوميها قولها امنغا قرنكا اهانا تليها قود اي عيدا مدى قلبك سيدا ايا لغو يري تدوع لدحي اي قرالكا وحا لغو سو قبا قبا اي قرالكن او حل بوغا مدان الرئيس الوزاري وحان كوكال صونها انا لو داغا انو قولها وربحين بوحدا او داه او فريسا حقيقة دا حل كاسنا لغو قارا قوان تامنا يدامان حايا داها او خسا يكيسكن وحانا ورقاد دا كسعيحان agaasimaha guud ee nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin warqada waxaanu xaqiijinay inay gaartay xafiisyo kala duwan oo kuwa ay ku socotay raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadda la xaqiijinaya dhankiisa inay jirto jawaab ka bixinta warqada uga timid dhinaca agaasimaha nabadgelyada iyo sirdoonka oo uu ka dalbaday xalay inuu soo gudbiyo warbixin faahfaahsan golaha amniga qaranka ee niisa ay dalbatay in la kulmiyo waxa ay ka kooban yihiin madaxweynaha raisul wasaaraha wasiirada gaashaandhiga amniga arrimaha dibadda gudaha taliyaasha nabadgelyada booliska asluubta iyo xogga dalka